بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عناوين، والذي سنتابع من خلاله أبرز ما جاء من عناوين وأخبار في الصحافة المحلية والعربية والعالمية. دعونا في البداية نتعرف على أبرز عناوين هذه الحلقة. دوري المحترفين يدخل مرحلة كسر العظام وصدارة اليوم بين ظفار والشباب. أسرار استقالة الزجالي تكشفها صحيفة الرؤية، سلطان استقلت للمصلحة العامة. هوية المدرب الجديد المنتخب الوطني تتضح الثلاثاء، وأوروبا الشرقية خيارا. بعد خسارته للقب الأبطال في العين دمعة، كان الأفضل ذهابا وإيابا واللقب كوري. رغم انتصارات الريال، انتقادات حادة لخيمس الهاتف الذكي شغل الكولومبي كثيرا. أهلا وسهلا بكم جديدا مشاهدين الكرام، ونبدأ وإياكم هذه الحلقة باستعراض أبرز العناوين في الصحافة المحلية، والتي نبدأها مع دوري عمان تلي المحترفين والذي يدخل مرحلته الثانية عشرة، حيث قاربت منافسات قسمه الأول على النهاية. صحيفة الوطن قدمت الجولة بعنوان مختصر على صدر غلافها الرياضي يقول: محطة مهمة. مواجهات اليوم تشكل مفترق طرق، حيث ستكون هناك أربع مواجهات من العيار الثقيل، والأنظار ستتجه للقاء المتصدر ظفار وضيفه صحار عند الساعة 5:15 مساء بمجمع صلالة، الذي سيشهد لقاء آخر في الساعة 8:15 مساء بين النصر والنهضة، فيما سيلعب السويق مع الشباب على ملعب مجمع صحار عند الساعة 6:00 مساء، ويلتقي الرساخ مع فنجة على استاد السيب عند الساعة 4:45 عصرا، وتستكمل مباريات الجولة بثلاث لقاءات أخرى يوم غد، فيلعب الخابورة مع جعلان على مجمع صحار، ويستضيف نفس الملعب اللقاء الذي يجمع بين فريقي صحم والعروبة، فيما يلتقي نادي عمان مع مسقط بساد أو بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر. لما تكتفي صحيفة الرؤية بخبر استقالة الأمين العام لاتحاد الكرة سلطان الزجالي، والذي مر عليه أكثر من 15 يوما، فقد عادت فتح الملف من جديد، وترى الصحيفة أن هناك ضغوطات مورست على الزجالي دفعته للاستقالة، ومنها تجديد عقده لمدة 2 فقط. تفاصيل أكثر كشفت الرؤية بهذا التقرير. مصادر مطلعة على أسباب استقالة الأمين العام لاتحاد الكرة تحدثت للرؤية وقالت إن النية كانت مبيتة لدى بعض أعضاء اتحاد الكرة لتنحية الزجالي، وهناك آخرون داخل الاتحاد ربما رأوها فرصة مناسبة تصب في صالح دورة العمل، وبالتالي صار حريا به الانسحاب وإفساح المجال للكوادر الجديدة التي قد تضيف شيئا في قادم السنوات. ومضى المصدر يقول إنه ومن الوهلة الأولى وبعد الانتخابات مباشرة كان واضحا أن الزجالي مستهدف، وأن خروجه لا يعدو مسألة وقت لا أكثر، حيث وفي أكثر من لقاء أو اجتماع تكون الرؤية غير واضحة والغموض يكتنف كل شيء، فضلا عن أن بعض الأعضاء كانوا كثيرا ما ينتقدون عمل الأمانة العامة وأنها الخاسرة الرخوة في المؤسسة، على الرغم من أنه لم تمض فترة كافية بعد لإدراك كيف كانت تسير الأمور. كل هذا وأمور أخرى، منها تمديد عقده لـ2 فقط والتي تنتهي بنهاية شهر نوفمبر، قد دفعت سلطان الزجالي إلى تقديم الاستقالة. مصادر أخرى عليمة بموقف الزجالي تحدثت للرؤية وقالت كانت رغبة اتحاد الكرة في التعاقد معه لمدة 2 فقط، وهذا ولد لديه إحساس بعدم الاستقرار وأنها فترة قصيرة لتقييم عمل الأمانة العامة، وبالتالي كان من الأجدر ولضمان استمرارية منظومة العمل وكفاءته أن يرحل ويترك المجال لمن يرى أنه أكفأ منه. وأكدت المصادر أن الزجالي يعبر عن احترامه لوجهة نظر أعضاء اتحاد الكرة، الذين يرون في استمراريته تعطيلا لرؤيتهم المستقبلية للكرة العمانية على حد قولهم. يشار إلى أن الزجالي عمل مع الاتحاد لفترة تجاوزت 3 سنوات، تدرج خلالها في المناصب وسعى إلى تطوير كرة القدم العمانية من الناحية التقنية والإدارية، وحقق نجاحات عدة مع مجلس الإدارة السابق، فضلا عما يتمتع به من شعبية وتقدير في الأوساط الرياضية.
وشغل الزجالي منصب مدير دائرة النظم باتحاد الكرة إضافة إلى مدير للشؤون الإدارية والمالية، ومن ثم تم تعيينه أمينا عاما ومديرا تنفيذيا لاتحاد الكرة نظير ما قدمه من تطوير لمنظومة دورة عمل المؤسسة. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى خبر آخر، حيث فتح محمد الرواحي لاعب منتخبنا الوطني ونادي جيرونا الإسباني قلبه للشبيبة، فتحدث عن تجربته في صفوف الرديف لمدة موسم كامل، لعب خلاله 5 مباريات وسجل هدفا واحدا، فخرجت الشبيبة على لسانه بعنوان يقول: مدافع منتخبنا الوطني محمد فرج الرواحي، أطمح لإثراء تجربتي في نادي جيرونا الإسباني. وعن حضوره في إسبانيا كلاعب عماني قال الرواحي: لست اللاعب العماني الوحيد الذي يلعب في إسبانيا، فهنالك زميلي وأخي عزان تمتمي الذي يلعب بصفوف ديبورتيفو ألافيس الإسباني، وبالتأكيد كوني لاعبا عمانيا يلعب بإسبانيا فهو شرف كبير لأي لاعب يتمنى تمثيل بلده خارجيا، وسأسعى لتقديم المزيد من أجل نفسي ولتمثيل الوطن بصورة مشرفة. وذكر الرواحي عن مدة عقده مع النادي الإسباني الذي يمتد لموسم واحد فقط، حيث قال: مستقبلي يعتمد علي شخصيا في هذه الفترة بما أقدمه من مستوى مع النادي في هذا الموسم، وسنرى في قادم الأيام. يبدو أن اتحاد الكرة قد اتخذ قراره بشأن المدير الفني القادم للمنتخب الوطني، حيث أكدت صحيفة عمان أن مسألة الكشف عن هويته ليست أكثر من مسألة وقت، وأن يوم بعد غد سيعلن الاتحاد رسميا التعاقد مع المدير الفني الشرق أوروبي لقيادة الأحمر. نتابع التقرير التالي حول نظرة الاتحاد لمشوار إعداد المنتخب. من المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد للمنتخب الوطني قبل نهاية الشهر الجاري، وسيتم تقديمه عبر مؤتمر صحفي بعد اجتماع لجنة المنتخبات المقرر يوم بعد غد الثلاثاء، حيث ستنظر اللجنة في الخيارات والمفاوضات وستحسم القرار لصالح واحد من المرشحين الذين تم حصرهم في مدربي أوروبا الشرقية. وتخطط لجنة المنتخبات لتجهيز برنامج إعدادي للمنتخب الوطني الأول ليكون جاهزاً عقب الانتهاء من عملية اختيار المدرب الجديد الذي سيحل بديلاً للإسباني لوبيز الذي انتهى عقده المحدد لمدة عام وغادر بلاده، ليفسح المجال أمام مدرب جديد يقود الأحمر في الاستحقاقات المقبلة، وأبرزها ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات الأمم الآسيوية بالإمارات 2019 وكأس الخليج. ويأتي التفكير المبكر في برنامج الإعداد للأحمر والذي سيشتمل على معسكر داخلي ومباريات ودية لمنح المدرب الجديد فرصته الكافية في التعرف على قدرات لاعبي المنتخب والتي ستكون في الغالب من القائمة الحالية، وذلك لصعوبة اختيار المدرب الجديد لوجوه جديدة أو استبعاد القديمة لحاجته لفرصة جيدة لمتابعة الدوري والوقوف على مستويات اللاعبين. وكان المنتخب خاض تجربتين في آخر أيام لوبيز وخسر الأولى أمام اليابان وفاز في الثانية على ميانمار، وهو ما أكسبه بعض المعنويات وساهم في تحسين وضعيته في التصنيف الدولي بتقدمه 7 مراكز في تصنيف الشهر الجاري. رغم الفوز المريح والأداء الطيب الذي قدمه المنتخب الوطني أمام ميانمار، إلا أن سلبيات الظهور أمام اليابان تغطي على الرحلة وتحول الأنظار إلى الوضعية الفنية الصعبة التي يعيشها المنتخب، وتتطلب وقفة وعملا جادا لتصحيح الأمور ومهمة شاقة تنتظر المدرب الجديد ليعيد البريق الذي ذهب في السنوات الأخيرة وتحول فيها الأحمر من فريق يقدم مستويات فنية راقية تجذب الأبصار وتحصد التقدير إلى فريق يعاني من الاستقرار ويعيش دوامة التراجع لينضم لقائمة الفرق المتراجعة فنيا. ويقف الأحمر اليوم على مفترق الطرق بين دعوات بناء فريق جديد وترقيع الوضع الراهن للعودة للواجهة من جديد، وهذا ما يمثل المعادلة الصعبة التي سيكون على المدرب الجديد أن يحسن التعامل معها ويجد الحلول المناسبة لبداية طيبة ونجاحات تدعم مسيرته وتكسبه ثقة الإدارة والجماهير. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى خبر آخر، حيث وضع الإعلامي خميس البلوشي يده على جرح الأندية، فقد وصف سنوات الاحتراف الثلاث الماضية
بكرة ثلج تدحرج وتكبر لتتفاقم أزمة الأندية وتقصيرها بحقوق اللاعبين عاما بعد عام، مبديا تخوفه لما تستؤول إليه نتائج تفاقم مشكلة حقوق اللاعبين. نتابع مقال خميس البلوشي على صفحات الشبيبة. منذ أن بدأت الكرة العمانية مشوارها مع ما نسميه مجازاً بالاحتراف، ظهرت مشكلة كبيرة بدأت تتفاقم وتكبر مثل كرة الثلج، وهي مشكلة حقوق اللاعبين المالية المتراكمة والمستحقة على الأندية، والتي قد تقصم ظهور الكثير من الأطراف إن لم تجد من يحتويها ويتعامل معها بكل واقعية. 3 مواسم فقط في عالم الاحتراف مع بعض التراكمات السابقة كانت كافية وبسهولة في إيقاع الأندية في مديونيات بمئات الآلاف تمثل فقط مستحقات اللاعبين، سواء فيما يتعلق بمقدمات العقود أو الرواتب الشهرية. ومن موسم لآخر تزداد الشكاوى على الأندية لدى اللجان المختصة في اتحاد الكرة، ولكن لا مجيب أو بالأحرى لا حلول. والمشكلة الأكبر أن الوضع يتأزم أكثر وأكثر في كل موسم، فذلك النادي الذي عليه أن يدفع قرابة 500,000 ريال عماني لعدد من اللاعبين تجده وبكل سهولة يتعاقد مع لاعبين آخرين في بداية كل موسم وكأن شيئا لم يكن، والأرقام تتفاقم والفاتورة تكبر بلا حسيب أو رقيب. ولكم أن تتخيلوا بأن إجمالي ما يطالب به اللاعبون من حقوقهم المالية المتأخرة على الأندية يصل إلى قرابة 5,000,000 ريال عماني، وهو رقم كبير جدا. فهناك أندية تصل مطالباتها إلى 500,000 ريال عماني، وهناك أندية عليها 400,000 ريال عماني. ويمكن القول أن هناك 5 أندية معروفة عليها مطالبات مالية مجتمعة تصل لقرابة 2,000,000 ريال عماني. كل هذا الوضع المتأزم منذ عدة مواسم، ولم يكن هناك حل واضح يوقف هذه الأندية عند هذا الحد أو يعطي الحقوق لأصحابها. كان الأمر كما هو واضح يمر بمرحلة تسويف مبرمجة بدون ضرر أو ضرار، وحتى نقول بأننا ماضون في الاحتراف بشكل ممتاز، واللاعب عليه أن يصبر على النادي أو يحاول أن يسوي الأمر معه ويأخذ ما يجد وينتقل إلى ناد آخر. كان الاتحاد السابق الذي أدخلنا عالم الاحتراف هو الآخر مطالب بمستحقات متأخرة للأندية، وبالتالي كان في موقف ضعيف أمامها ويلبي لها مطالبها الأخرى ويغض الطرف عن حقوق اللاعبين أو يقدم لهم الحل السحري بأنه سيخصم مبالغهم من مستحقات الأندية عنده، وهو أمر لم ينفذ بالصورة التي نتوقعها، خاصة لعدد من الأندية التي كانت تربطها علاقات خاصة جدا مع ذاك الاتحاد. مع هذا المشهد البائس كان اللاعب هو الضحية، فإذا أراد ترك ذلك النادي والانتقال إلى ناد آخر عليه وبنفس راضية أن يوقع على ورقة مخالصة ويتنازل عن كل مستحقاته، وإلا بقي في مكانه. وهذا الأمر حدث كثيرا، ولا مجال لأي شخص أن يتحدث عن حقوق الأندية المتأخرة لدى الاتحاد، لأن هذه المتأخرات التي تطالب بها الأندية لا تكفي لحل مشكلة لاعب واحد في بعض الأندية المديونة. اليوم اتحاد الكرة الجديد، وحسب تصريح أحد أعضائه، أوصل هذا الموضوع بكل ما فيه إلى وزارة الشؤون الرياضية لكي تكون على علم بالأمر، خاصة وأنها هي الجهة المختصة المسؤولة عن الأوضاع الإدارية والمالية في الأندية. وأتمنى شخصيا أن يكون للوزارة موقف قوي وواضح ولا تمارس دور المتفرج الذي يخلي نفسه من المسؤولية، فالوضع خطير جدا ويجب أن يكون له حل سريع، لأن مديونيات الأندية باتت هاجسا كبيرا يمثل بيئة طاردة لكل من ينوي العمل فيها. فاتحاد الكرة في الأصل مسؤول فقط عن تنظيم مسابقة كرة القدم للأندية، وليس مسؤولا عن النادي بكل ما فيه أو عن مديونياته الكبيرة، غير أنه في المقابل على اتحاد الكرة وبحسب اللوائح والأنظمة الموجودة عنده أن يوقف هذا الشلال المتدفق ويوقف الأندية المتأثرة والمتعثرة والمديونة للاعبيها عند هذا الخط، سواء بمنعها من أي تعاقدات جديدة أو خصم النقاط أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى. وهذه إجراءات معروفة عالميا ويمكن تكييفها مع واقعنا وتطبيقها بكل حزم، لأن ترك الحبل على الغارب ليس في مصلحة الكرة العمانية بمختلف أطرافها،
وأخشى أن تصل هذه المطالبات إلى بيت الفيفا، لأن العقاب سيكون قاسيا ولا يفرق بين هذا النادي أو ذاك، ولا يهمه سمعة الكرة العمانية وخلافه. علينا احتواء المشكلة بشكل عاجل بين الوزارة والأندية والاتحاد، لأن المشكلة كلما طال مداها ازدادت تعقيدا. وعلينا بكل صراحة أن نرفع الصوت عاليا تجاه هذه القضية الصعبة، لأن الصمت ليس فنا في هذه الظروف. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى أخبار لعبة أخرى، حيث أعد اتحاد ألعاب القوى العدة لتدشين برامجه بسباق للضاحية يقام في 9 من الشهر المقبل بمشاركة واسعة من نجوم أم الألعاب. ويسعى مجلس الإدارة لإخراج الحدث الأول في مسيرته بصورة ناجحة تكون خير افتتاح لمشروعاته التي تستهدف تطوير ألعاب القوى. صحيفة عمان ألقت الضوء على مساعي اتحاد اللعبة فخرجت بعنوان يقول أم الألعاب تبشر بالمفاجآت. ويقيم الاتحاد حلقة عمل كبرى في شهر فبراير بمشاركة خبراء اللعبة في السلطنة والمسؤولين في الأندية وبحضور رئيس ومجلس الإدارة السابق، وستستمر للحلقة لمدة 3 أيام تناقش فيها ملفات تتعلق بكيفية تطوير ألعاب القوى والاستفادة من الإمكانات المتاحة لإعداد أبطال يجدون التمثيل الخارجي في السنوات القليلة القادمة. يشارك 3 متسابقين من أبطال الراليات العمانيين في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الإمارات للراليات يوم الجمعة المقبل، في ظل حظوظ قوية للسائقين العمانيين لاعتلاء بعض المراكز الأولى في الترتيب العام. صحيفة عمان ألقت الضوء على ممثلي السلطنة فعنونت تقول سومار والقاسمي والراشدي في الجولة الأخيرة لرالي الإمارات، حيث سيشارك في الجولة الأخيرة من الرالي المتسابق حامل القاسمي مع ملاحي محمد المزروعي وهو يحتل المركز الثالث في الترتيب العام. أما المتسابق المخضرم خالد سومار مع مساعده عيسى الوردي فتمكن من تحقيق المركز الثالث في الترتيب العام للجولة الرابعة. أما المتسابق فيصل الراشدي ومساعده وليد الراشدي فيحتلان حاليا المركز الرابع في ترتيب الفئة N برصيد 55 نقطة بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثالث حامل القاسمي. تعاني الاتحادات المنتخبة حديثا من مشكلة الأخبار السرية أو المسربة والتي تتم خلال الاجتماع من خلال رسائل الواتساب. هذا ما انتقده خالد الجلنداني في عموده المنشور على صفحات الوطن. نتابع. مع اقتراب انتخابات الاتحادات الرياضية من نهايتها وتشكيلها وبدء الأعضاء المنتخبين أعمالهم في مجالس إدارات الاتحادات، ظهرت على السطح ظاهرة تسريب بعض المعلومات من اجتماعات مجالس الإدارة، حيث شكلت تسريبات الواتسابية بعض المشاكل والإحراجات في بعض الاتحادات، وأحدثت نوعا من عدم الثقة بين أعضاء تلك المجالس فيما بينهم، وهذا الأمر لا يخدم مصلحة اللعبات وتعد بداية ليست جيدة، وإنما تخدم في المقام الأول الأطراف المترصدة لهذه الاتحادات بهدف النيل منها والسعي إلى زعزعة الثقة وتشتيت الجهود المبذولة فيها حتى لا تحقق الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها، لتؤكد للجميع بعد ذلك بأن اختياراتهم لهذه الاتحادات لم تكن صحيحة. ولكن أقول لتلك الأيادي كفى عبثا، ومصلحة الوطن أهم من المصالح الشخصية، ولنضع عمان فوق الجميع ونعمل مع هذه المجالس رغم الاختيارات التي حدثت والتي قد تحتاج بعضها إلى خبرة ومعرفة ودراية أكثر، ولكن بالتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد تستطيع تكملة مسيرة المجالس السابقة للاتحادات الرياضية والتركيز بشكل أفضل على تطوير اللعبات والأندية وترك الأيادي العابثة تلعب مع نفسها. لذا يجب على الجميع قطع الطريق عليها وعدم ترك أي فرصة لها من أجل التحرك. وقد أثبتت التكتلات التي نشأت هذه المرة قبل انطلاق الانتخابات بأنه من السهل اختراق هذا التجمع، وخير دليل على ذلك ما أفرزته العملية الانتخابية لبعض الاتحادات رغم الحرص والتمسك ببعض الأشخاص من هذا التكتل أو ذاك، لكنها لم تنجح. لذلك يجب أن تختفي هذه الظاهرة، وأن العبر والدروس أثبتت ذلك، ولا تحتاج إلى مزيد من المناقشة والتحليل،
لأن التفرغ للعمل الرياضي بات هو الأهم، والمصلحة العليا التي نهدف من ورائها الحصول على مردود أفضل لمنتخباتنا الوطنية في كافة ما ينتظرها من مشاركات في الاستحقاقات المقبلة. إلى آخر أخبارنا المحلية، حيث تشارك السلطنة ممثلة في وزارة الشؤون الرياضية وبمشاركة من قبل جامعات الشرقية وظفار ونزوة، بالإضافة لكلية الدراسات المصرفية والمالية وكلية مجان، في مؤتمر لنماذج جلسات الأمم المتحدة 12 والذي تستضيفه مملكة البحرين. صحيفة الشبيبة أشارت للمشاركة فعنونت تقول: السلطنة تشارك في مؤتمر نموذج جلسات الأمم المتحدة 12 بالبحرين، ويهدف المؤتمر إلى اكساب المشاركين مهارات القيادة، وأيضا اكسابهم مهارات الخطابة والتفاوض وفن التعامل مع الجمهور، ويهدف أيضا إلى جذب الشباب نحو الاهتمام بقضايا المجتمع الدولي، وأيضا تعزيز فكر تقبل الآخر واكساب الشباب مهارات البحث العلمي وحثهم على الإبداع. إذن بعد هذا الخبر ننتقل وياكم مشاهدين الكرام إلى الأخبار العربية، ولكن بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وطاب مساءكم بكل خير. ننتقل وياكم الى جوله في الصحافه العربيه، والتي نبداها مع صحيفه القبس الكويتيه، التي اعتبرت مجلس اداره الهيئه العامه للرياضه في تقليص عدد اعضاء الاداره في الانديه صائبا، فعنونت تقول: قرار الخمسه اعضاء يقضي على المحسوبيات والانقسامات والصراعات والتكسب. وترى الصحيفة أن تخفيض عدد أعضاء إدارة النادي من 11 عضوا إلى 5 سينهي التجاذبات والمصالح التي أثرت بشكل سلبي على الرياضة الكويتية، فضلا على أن قرار التخفيض سيلغي التكسب بحسب الصحيفة، حيث لن يغادر مع الوفد المشارك خارجيا أشخاص بهدف السياحة تحت مظلة الرياضة. صدمت الجماهير العربية بشكل عام وجماهير العين الإماراتي بشكل خاص، فعاشت ليلة فيها حسرة بعد ضياع حلم تحقيق لقب دوري أبطال آسيا. صحيفة الاتحاد الإماراتية تناولت تعادل العين وخسارته للبطولة، فعنونت تقول: العين وصيفا لآسيا. وأهدر المهاجم البرازيلي دينيفيرس دوغلاس ضرب الجزاء في الدقيقة 43 ليحرم الفريق من فرصة الفوز على تشومبوك، حيث سقط العين في فخ التعادل بهدف لهدف على ملعبه بإياب الدور النهائي للبطولة، ليتوج الفريق الكوري باللقب الأسيوي للمرة الثانية في تاريخه بعد عقد كامل من إحرازه للقبه الأول في 2006. واستفاد تشومبوك من التعادل في مباراة اليوم، حيث فاز في مجموع المباراتين بثلاث أهداف لهدفين بعد فوزه بهدفين لهدف على ملعبه ذهبا. إن كان العين قد خسر اللقب الأسيوي، فنجمه عمر عبد الرحمن الملقب بعموري فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وهذا ما يقربه من جائزة أفضل لاعب في القارة الصفراء. صحيفة الرؤية الإماراتية أشارت لإنجاز عموري، فعنونت تقول: عموري أفضل لاعب. وفاز عموري بجائزتين، الأولى اللاعب النظيف والثانية كأفضل لاعب في النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال الأسيوي. يذكر أن عموري مرشح لجائزة أفضل لاعب في القارة الأسيوية للعام الجاري، ويتوج اللاعب الفائز بالجائزة في الحفل السنوي الذي ينظمه الاتحاد الأسيوي في الأول من ديسمبر المقبل بالعاصمة أبوظبي، وينافس عموري على لقب كل من العراقي حمادي أحمد والصيني وولي.
صالح فريق الاتحاد السعودي جماهيره بعد خسارته في الجولة الماضية من دوري جميل للمحترفين، وانتفض أمام القادسية وفاز بثلاث أهداف دون مقابل مساء أمس السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. صحيفة الرياض شهدت على المصالحة فعنونت تقول: العميد يصالح جماهيره بثلاثية القادسية والشباب يتعثر بالتعادل أمام الرائد. ووثق العميد علاقته مع المنافسة على لقب الدوري بفوزه المستحق الذي جعله وصيفا للمتصدر ب 22 نقطة. أما بنو قادس فواصلوا نتائجهم المتواضعة وتلقوا خسارتهم الخامسة في الدوري والأولى تحت إشراف المدرب البرازيلي دوس أنغوس، وظلوا في دائرة الخطر بخمس نقاط في المركز قبل الأخير. ونبقى وياكم مشاهدين الكرام مع صحيفة الرياض، حيث فندت اللغط الواقع في انتخابات اتحاد كرة القدم بعد أن ردت بعض الطعون وقبلت أخرى. وتنبأت الصحيفة بأن الأمور ستكون أكثر تعقيدا في ظل غياب الشفافية. نتابع وياكم هذا التقرير. كان متوقعا أن تعلن لجنة الاستئناف والطعون في انتخابات اتحاد كرة القدم أن تقبل استئنافي المرشحين خالد المعمر والدكتور نجيب أبو عظمة، إذ كان من الخطأ استبعاد الأول كون المادة 17 من لائحة الانتخابات لا تشترط أن يتقدم المرشح بقائمته، في حين لم يكن استبعاد أبو عظمة مبنيا على سند قانوني. الأهم والأكثر إثارة في قبول استئناف المرشحين أن المعمر تعامل مع شروط الترشح بذكاء ولم يتقدم مثل بقية المرشحين بقائمته كاملة وتركها مبهمة، واستطاع انتزاع حقه بالترشح بالقانون واستنادا على النظام الأساسي للاتحاد المعتمد قبل عام ونصف، والذي كان المعمر نفسه هو من يترأس اللجنة المسؤولة عن تعديله، ما يعني معرفته بالإجراءات والأنظمة كافة، كاشفا عن خطأ جوهري ارتكبته لجنة الانتخابات باستبعاده. والأغرب من ذلك أنه كان من المفترض أن تكون جميع الشروط الخاصة بترشح الشخصيات الراغبة بدخول الانتخابات مدعومة بمصادقة الجمعية العمومية التي تمثل الكيان التشريعي لجميع الأمور الخاصة بالاتحاد، وهذا ما لم يحدث عند الإعلان عن الشروط. تكشف هذه الحادثة عن استمرار وجود المشكلات القانونية في اتحاد الكرة وعدم قدرة معظم اللجان المعنية بالأنظمة والتشريعات على العمل بموجب الأنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء البسيطة التي من الممكن أن يكتشفها حتى غير المختصين. كانت فترة رئاسة أحمد عيد لكيان كرة القدم السعودية مليئة بالهفوات والمشكلات المتعلقة بالأمور القانونية، وآخرها ما حدث في مرحلة الطعون. لذا من المهم أن تشهد المرحلة المقبلة مع الإدارة الجديدة تطويراً وعملاً كبيراً من أجل إصلاح هذه العيوب. وقبل ذلك لابد أن تمارس الجمعية العمومية صلاحياتها، وأهمها عدم مرور أي أنظمة وتشريعات دون مصادقة أعضاء الجمعية حتى تصبح نظامية واجبة النفاذ. وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى الأردن، حيث لم تأتي نتيجة لقاء الوحدات والرمثة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين وفق ما شهدته جماهير الفريقين. صحيفة الرأي أكدت ذلك فعنونت تقول: نقطة وسطر جديد. فقد أسهمت نتيجة التعادل السلبي من دون أهداف لاحتفاظ كل فريق بنقطة، وهذا يعني أن عليهما كتابة انطلاقة جديدة، فكلاهما عانى في الجولات الأربع الماضية، لا سيما الرمثة الذي أقدم على تغيير جهازه الفني، في حين بدأ صوت يعلو في الوحدات من أجل إقالة عراقي عدنان حمد المدير الفني للأخضر. إذن مع هذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام جولتنا العربية، سننتقل وإياكم إلى جولة في الصحافة العالمية، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. جول 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 جول
عاجل، خبر عاجل. آخر خمس مواجهات كان هذا رجلها، كان هذا رجلها. ما أنكرك الوزير، ما أنكرك الوزير. الله على سيناريو. يا الله، جول 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 جول. هنا للحاق بأجل الصدارة. يا له من الجنون ويا لها من روعة، ما بعدها روعة. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وننتقل وياكم الى جولة في الصحافة العالمية والتي نبداها من اسبانيا. فرغم فوز ريال مدريد بهدفين لهدف على فريق سبورتينغ خيخون، إلا أن الصحافة الإسبانية انتقدت بقسوة أداء اللاعب خيمس رودريغيز. فقد خرج صحيفة ماركا بعنوان يقول: خيمس لم تبدأ لعبة الأيقونات. وانتقدت الصحيفة انشغال خيمس بهاتفه الذكي وكثرة إرساله الرسائل خلال وأثناء التدريبات، وكتبت: في الوقت الذي نجح رونالدو بتسجيل هدفين، فشل خيمس في سلك طريق المرمى فطاح بفرص كبيرة. كما يؤخذ على خيمس ولعه بالهاتف الذكي الذي لا يتركه من يده على الإطلاق. فاز فريق نيولز أولد بويز بهدفين مقابل هدف واحد على فريق كولون سانتافي في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة 11 من المرحلة الثانية كلاوزورا من الدور الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم. صحيفة أولي الأرجنتينية أكدت أن هذه النتيجة سيكون لها الأثر على كلاسيكو التانجو الذي يجمع ريفر بليت وبوكا جونيورز، فعنونت تقول: كلاسيكو الكماشة. وترى الصحيفة أن نتائج فرق المقدمة وخسارتها للنقاط سيضيف قيمة كبيرة على الكلاسيكو، ففوز البوكا أو الريفر يقرب من القمة، بينما الخسارة ستكون صعبة على كليهما على الأقل من أجل إرضاء جماهير الناديين. بلغ تشويق والإثارة مداها يوم أمس بعد حفل القرعة الرسمية لكأس القارات. موقع الاتحاد الدولي اعتبر القرعة متوازنة إلى حد كبير، حيث وقعت روسيا المستضيفة في مجموعة وبطل العالم المنتخب الألماني في مجموعة أخرى. فعنونا تقول: مجموعة صعبة لروسيا ومثيرة لأبطال العالم. وتضمن المجموعة الأولى منتخبات روسيا ونيوزيلندا والبرتغال والمكسيك، في حين تضم المجموعة الثانية بطل إفريقيا وتشيلي وأستراليا وألمانيا. ولا شك أن عشاق الساحرة المستديرة عبر العالم سيحتفظون في أجندتهم بموعد المباراة التي ستجمع بين ألمانيا وتشيلي يوم 22 من يونيو 2017 بملعب كازان أرينا. إذن بهذا الخبر مشاهدي الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عناوين. شكرا لكم على كرم المتابعة، وسنلتقي إن شاء الله غدا في نفس الموعد. تقبلوا تحيات فريق العمل، في أمان الله.